شخص متخصص ترى من يكون. هذا عمل يحتاج فنون. شخص يساعدنا ولا يخاف. لنجد أحد أبطال بلدة هجلي. أبطال بلدة هجلي، أنا من بطلاتكم الأبطال وأخدم بلدي يا أطفال. اعمل بجد واجتهاد لتصبح بطلا يخدم البلاد مثلي يا أولاد. ساعية ومعي البريد لكي يصل إلى حيث تريد. خطابك يذهب للموعود، نحمله وبالرد نعود. سنفرغ صندوق البريد ومهما كان البلد بعيد، لكن لا تنسى بأي ظروف أن تلصق طابع على الدار. هل أرسل بالبريد ساعة إلى حيث أريد؟ بلا شك. أو خطابا للفيل في الكونغو برازافيل؟ طبعا. حجم بريدك لا يهمنا، إلى الدنيا نحمله من هنا. بالمطر وتحت الثلج نطوف حتى يصل إليك الدار. في بلدة هجلي البطلات يحللن لها المشكلات. سنعمل بكل اجتهاد.